السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم عبد النور مدريد في قناتنا عبد النور مدريد. بمناسبة يوم السنة نهدي نتقدم بالشكر إلى جميع المشتركين في قناتنا على قناتنا عبد النور مدريد والذين يوضعون بنا ثقة ودعمونا بالاشتراك. كل من شاهد هذا الفيديو يدعمونا بالاشتراك والضغط على زر لايك في صفحتنا على اليوتيوب، وهذه صفحة عبد النور مدريد. نود دعمنا بالاشتراك وضغط زر الجرس كما ترون الآن، مع تفعيل زر الجرس كما هو الآن ليصلكم كل جديد إن شاء الله. واليوم سوف نتقدم إلى كل إخواننا العرب الأشقاء بتحية بمناسبة هذا العام الجديد الذي سوف يستهل علينا إن شاء الله بالخير والتشامل والاتحاد بيننا جميع الدول العربية، إخواننا وأشقائنا في تونس والمغرب وليبيا ومصر والسودان وسوريا والعراق وفلسطين، وأشقائنا أيضا في تركيا. نبدأ في الموضوع. موضوعنا اليوم هو طريقة وكيفية الدخول إلى موقع يعطيك كل الأقمار ويعطيك كل الترددات التي تبحث عنها أي قمر. كان هذا المشكل كان من بعض الأعضاء الذين قابلتهم هذه المشاكل بخصوص مشكل الترددات، والموقع سوف تجدونه أسفل الفيديو. والآن نذهب لكي ندخل في التفاصيل بالموقع الجديد. هو الموقع، عندما تدخل على الرابط سوف يأخذك على هذا الموقع. هذا الموقع به جميع الأقمار كما ترون الآن. مثلا لو دخلنا على قمر بدر، الآن نحن في قمر بدر. كل واحد يبحث عن تردد أو تغير تردد جديد في أي قمر، في أسطرة أو هرتبرد أو بدر، يأتي إلى هذا الموقع كما ترون الآن. مثال فقط، تجدون التردد، هذا قنوات البونت سي. نذهب إلى قنوات البونت سي لكي نشرح أكثر. هذا هو التردد، تردد 12,341 27,500 أفقي لقنوات بأوت كيو العربية الرياضية. عندما تبحث عن تردد، إذا كان التردد في أسرة تدخل على قمر أسرة كما مثل ما دخلت أنا، تنزل تبحث عن قنوات تجد التردد وتجد التاريخ الذي وضع فيه التردد. إذا كان تغيير سوف تجد التغيير في التاريخ وتغيير التردد مع وضع تردد جديد من الباقة. هنا هذه الخاصية تعطيك التغطية، كما نعلم لكل قمر يوجد له تغطية، وهنا تعرف تغطية القمر في دولتك أو في منطقتك وكم يلزمك حجم طبقك لالتقاط هذا القمر. إذا أردت أن تعرف هذا الشيء ندخل عليه. انبثقوا معنا خانة. مينا، بدر مينا، يجب أن نذهب إلى تغطية البدر مينا. هذه لا، هذه لا، هذه لا. ايه
الآن نذهب إلى ميناء هي التغطية. يجب أن نبحث عن هذه ميناء. كل تردد ولها هنا خاصية. ميناء أو أوروب أو أفريق أو معناها المنطقة التي التقط فيها هذه البغل. نذهب ونعيد كما ترون. تلتقط في الجزائر، وهذه الأرقام كيف تعرفها؟ تنزل إلى الأسفل ونذهب إلى 50 في باند 50. تلتقط في طبق 50 الجزائر العاصمة. نذهب إلى حدود مالي والنيجر إفريقيا، هنا تنخفض التغطية 44، ليبيا 50. نذهب 46 كم تعطينا حجم الطبق؟ 46 تعطينا حجم الطبق بين 75 و95، أي قول متر. إذا أردت أن تلتقط هذه الأقمار بسهولة عليك بطبق 1 متر، وكذلك تكون خاصية إذا أردت أن تفعلها مع قمر آخر. يجب عليك أن تفعل نفس الشيء في الذهاب إلى قمر آخر وترى قنوات التي تلتقط كل الأقمار هنا، الغربية والشرقية. هذه القنوات الشرقية، وكننزل الأسفل نرى القنوات الغربية مثلا اتصال 5 التي به الباقات الفرنسية والأرمسي. أيضا تجد هنا خيارات أرمسي، تدخل هنا وتعرف التغطية لكل الباقة، وعليك أن تدخل إلى O5WBA. عندما تجد التغطية التي توجد بهذا الاسم تحت صورة التغطية تظهر لك كم حجم الطبق والتغطية التي تريدها، وهنا نوع التشفير، أي باقات تجد بها نوع التشفير. هذا الموقع رائع صراحة، أنا أستعمله في كل تردد تغير أنا أستعمله. وفي الأخير نترككم بخير، وكل عام وأنتم بخير، وادعمونا بزر الاشتراك ومع تفعيل زر الجرس. وفي موضوع قادم إن شاء الله، إن تسنت لنا الفرصة وكان الوقت كافي، سوف أضرب لكم موعدا بالتقاط كثير من الأقمار إن شاء الله بفيديو جميل في قادم الأيام إن شاء الله. ونترككم الآن ونقول لكم السلام عليكم وطاب يومكم، كل عام وأنتم بخير.